يلا على مهلك شوي شوي بسرعة شوي يا شباب غرفة العمليات يلا شوي شوي بسرعة بسرعة يا جماعة افتحوا الطريق الحمد لله كل زمر الدم موجود على غرفة العمليات على مهلك على مهلك يا جماعة افتحوا الطريق افتحوا الطريق يا شباب بسرعة اكتبوا اكتبوا عمران بتريدوا افتحوا رح تعيش بسرعة شوي رنجنا بسرعة يا جماعة بسرعة افتحوا لنا الطريق لو سمحتوا ما عاد لو سمحت تسيرون معي يلا يا جماعة بسرعة افتحوا لنا الطريق زي بتريدوا بسرعة العمليات بسرعة العمليات بسرعة يا جماعة افتحوا لنا الطريق يلا يا جماعة بعد زي بتريد بعد يلا بسرعة افتحوا لنا الطريق لبات بنمسي صندم ألرم سبديم زهرم سنسين يا ربي أول إنسان أولدوم آهرم سنسين بنتي وين بنتي؟ بالعمليات وضعها خطير؟ هي نزفت دم كتير ولهلأ ما بنعرف شو وضعها بالعملية هلأ فينا نعرف فيكن تطمنوا على هدى بس لساتها تحت العملية وأصدقائنا الدكاترة أكدوا أنها تجاوزت مرحلة الخطر بشكرك يا ربي مراد احكي لي شو صار للأسف كانت بالمكان الغلط هي اللي اجت لعندكم مو هيك مراد بس أنا ما كنت بعرف إنها رح تجي بهذا الوقت برأيي نأجل هذا الحكي لبعد ما نطمن عليها ممكن نحكي على انفراد تفضل أنا ما عندي أي ضغينة تجاهك وما حاملك حقد أنت بتعرف من فترة قصيرة خسرت أخي وما عندي أي استعداد لمصيبة تانية يا مراد سلجوبك حكيك على راسي بس رفقات عمري جوا وضعهم أخطر مما بتتخيل صدقني أنا ما عندي قدرة أتحمل أي وضع جديد فهمانك آخر طلب بطلبه منك من شأننا نحن اثنين لا عاد تشوف هدى أبدا معلم شو راح نساوي ما بعرف من ماتي معلم اذا ضليت هون اكثر من هيك راح جن الشباب جوا بين الحياه والموت يا ريتني معهم كنت برتاح اكثر من ماتي وقت اللي بتنقذ حياه اشخاص عم بيحاربوا مشانك فانت بتقدر توصل للي بدك اياه دكتور امتى بترجع لوعيه؟ بده شوية وقت ليفك بنج العملية وبعدها بيرجع لوعيه وينهم؟ جوا
شو صار؟ هاجمونا. مين؟ مورو. والشباب وينهم؟ تحت العمليات. هدى طلعت من العملية الحمد لله على سلامتها. طلعت من العملية وهي هلأ بالعناية، وضعها كتير منيح، وبس هدى ترجع لوعيها باخدكن تروحوا تشوفوها. ما بعرف كيف بدي أتشكرك. معلم إذا بدك فينا نعرف مكان مورو من ألبير، يعني وين بده يروح؟ انشقت الأرض وبلعته. وين ما بده يروح رح جيبه حتى لو بلعته الأرض. أنا ما بتصور إنه بعيد، لأنه تصوب أكيد بيكون عم يتداوى بشي محل. بتظن توبال بيعرف وينه هلأ؟ بجوز. محمود وعزت وضعا صار منيح، نشكر الله. وعمران وضعه خطير شوي. Yeşil başlı güvenir tek uçar gider göle karşı. لسه في كتير بدهم يموتوا بسببي. كم واحد لسه؟ كم واحد حكون السبب بعذابهم وموتهم؟ إمتى هذا الوش بده يموت ويرتاح؟ إمتى؟ أشر كده يا رخار.